من أجل تقديم قراءة في الكتاب الجديد بداية التاريخ للأستاذ الأمريكي في العلوم السياسية والمثقف فرانسيس فوكوياما، التأم خبراء وأكاديميون لتبادل وجهات النظر حول مضامين الكتاب واستخلاص أبرز المحاور التي قدمها. كما تيتكلم على الصين والهند تيتكلم على ما تيسميه هو من الشرق الأوسط المسلم، تيتكلم على الدولة الغزنوية وتيتكلم على الأتراك وتيتكلم على المماليك وتيتكلم على سوريا، في حتى إشارة على المغرب ونشأة الموحدين، تيتكلم على نشأة الإسلام، الدولة الأموية، الحكم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والإرادة ديالو أنه يتجاوز القبيلة ويخاطب الإنسانية جمع له. غير هذه الصورة ديال باش كيمثل الإسلام، وهذا تستحق أن الإنسان يطلع عليها. ويتضمن كتاب بداية التاريخ فكرة محورية وهي الديمقراطية الليبرالية، والتي تجمع فيها المكونات الكبرى الثلاث وهي الدولة والسلطة العليا للقانون والمسؤولية الحكومية. تجدر إشارة إلى أنه قبل أكثر من 20 سنة أصدر فرانسيس فوكوياما كتابه نهاية التاريخ، والذي حظي بشهرة واسعة ونقل إلى كبريات لغات العالم وبيعت من عدة ملايين النسخ.